هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم لا؟ العديد من الرسائل في الانستغرام يقولون لي هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم لا؟ قبل أن أجيبكم على هذا السؤال، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله السلامة والعافية. في هذا الاحتفال بعض الناس يخصص هذا اليوم للتسبيح والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات، فلماذا هذا اليوم بالضبط؟ لماذا هذا اليوم؟ أسألك سؤال، لماذا أنت تحتفل بالمولد النبوي؟ لماذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده؟ هل أمرنا بالاحتفال به؟ هل أحد الصحابة رضي الله عنهم احتفل بالمولد النبوي؟ هل أحد من القرن الأول أو الثاني أو الثالث احتفل بالمولد النبوي؟ إذن لماذا أنت تحتفل بالمولد النبوي؟ هل تظن أنك إذا احتفلت بالمولد النبوي تحب رسول الله؟ إذا كنت تحب رسول الله فاتبعه في سنته كما كان السلف يحبون رسول الله، فإنهم كانوا يحبون سنته ويتلددون في الطاعة والعبادات وغير ذلك، وينفقون من أموالهم الطائلة. وعلى اليقين أنه لا يعرف متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يدعي أنه ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل. هذا فقط رأيي الخاص، انتظروا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر لايك. إلى اللقاء.